بسم الله الرحمن الرحيم. بنكمل مع بعض محاضرات الـ Process Synthesis and Model. هنبتدي إن شاء الله النهاردة في Chapter 3 اللي هو بيتكلم عن الـ Batch Processing. هنتكلم عن الـ Batch Processing اللي هي العمليات اللي بتتم بصورة متقطعة وليست صورة مستمرة Continuous. محتوى الشابتر إن شاء الله اللي هنتكلم عنه النهاردة هنتكلم عن الديزاين كالكوليشنز وهي حسابات التصميم لعمليات الباتش. هنتكلم بعد كده عن الجانت شارتس اند سكادولينج، هنشوف تتابع العمليات الصناعيه ووقتها بحيث نعمل شارت كامله بالتوقيت بتاعها. هنتكلم عن النون اوفرلابينج اند اوفرلابينج اوبريشنز، العمليات اللي بتتتابع ورا بعض او اللي هي بتتقاطع مع بعض في الوقت. السايكل تايمز، وقت الانتاج الكلي للبرودكت. الفلو شوب بلانتس، المصانع اللي كل البرودكتس بتاعتها بتنتج عن طريق ترين واحد من الاجهزه، تتابع محدد من الاجهزه ما فيهوش اختلاف. بينما الدروب شوب بلانتس هي المصانع اللي البرودكتس بتاعتها ممكن تستخدم اجهزه مختلفه بسيكونس مختلف. هنتكلم برضو عن عمليه التخزين سواء للبرودكت او الانترميديت برودكت. هنتكلم عن البارلل بروسيس يونت، ازاي يبقى عندي يونت معينه موجود منها اكتر من قطعه بحيث ان انا اقدر استخدم نفس العمليه في نفس الوقت اكتر من مره. هنتكلم عن تصميم مبسط سايزنج، يعني للاكويبمنت المستخدم في انتاج اكتر من برودكت. هنبتدي اول حاجه بالديزاين كالكوليشنز. وبما ان الكورس بتاعنا ما هوش كورس ديزاين للاجهزه، فاحنا الديزاين اللي احنا هنعمله هنا هو هيبقى ديزاين مبسط خالص له علاقه بالفوليوم او كمان التايم بتاع الاوبريشن، فهيبقى مجرد ديزاين على خفيف خالص. طيب عشان نقدر نعمل ديزاين او نعمل تشيك على الوقت اللي بتقضيه البروسيس محتاجين شويه حاجات، محتاجين نعرف شويه حاجات. اول حاجه محتاجين وصف البرودكشن ستيبس، لازم اعرف البرودكت بتاعي هيتعمل ازاي، ايه الستيبس بتاعته عشان اقدر اعمل الديزاين بتاعه. لازم اخد في اعتباري ان انا بشتغل اندر انستيدي ستيت، يعني التايم از فاكتور، ما اقدرش احط معادلات ستيدي ستيت واشتغل عليها، اتس انستيدي ستيت بروسيس. غالبا لو انا عندي اجهزه انا بظبط اموري بحيث ان انا استخدم الاجهزه الموجوده، ما استخدمش اجهزه يعني مخصصة او اشتري جهاز. لو انا عندي جهاز فانا ممكن استخدمه، عندي فيسل مثلا 2000 جالون، يبقى احاول اظبط البروسيس بتاعتي بحيث ان هي تستخدم ال 2000 جالون بدل ما اعمل شوية كالكوليشنز لان انا محتاج فيسل مثلا 3000 جالون فاروح رايح شاريها وانا عندي اوريدي فيسل تاني. لازم اخد بالي من الوقت اللي بقضيه في عمليه التنظيف بتاع الجهاز ونقل الكونتنت بتاعه من جهاز الى جهاز. لو عندي مثلا رياكتور وبعد كده سيبريتور، فلازم ما اخدش بس وقت الرياكشن واقول ان هو ده الوقت اللي الجهاز يستخدم فيه، لا ده وقت الرياكشن والوقت بتاع ان انا انقل الكونتنت بتاع الرياكتور للسيبريتور والوقت بتاع ان انا انظف الرياكتور عشان بعد كده الباتش الجديد. لازم برضو افكر بشكل مختلف شويه في الريسايكلينج انرجي انتجريشن، لان انا عندي باتش بروسيس فانا ما عنديش ريسايكل ستريم شغال على طول، فانا لو عندي حاجه ان رياكتد مضطر مثلا ان انا اخزنها بشكل مؤقت مثلا في تانك معين لحد ما يتجمع كميه معينه اقدر اعمل منهم باتش جديد وهكذا. تعالى كده ناخد مثال برودكشن اوف اكتيف فارماسيوتيكال انجريديانت. احنا عارفين المنتجات الدوائية بيبقى في حاجة اسمها الاكتف انجريديانت او العنصر الفعال يعني، وبقية الدواء بيبقى مواد مالحة. تعال نشوف الاكزامبل البسيط ده. عندنا 500 كيلو جرام اوفر اكتنت A مولكر ويت 100 از ادد تو 5000 كيلو جرام اوف ميكستشر اوف اورجانيك سولفنت وسكند رياكتنت B. يعني رياكتنت A مع اورجانيك سولفنت وسكند رياكتنت بي، الاثنين دولت مجموعهم 5000 كيلو جرام والرياكتنت ايه 500 كيلو جرام. بيتحطوا في جاكيتد رياكشن فيسل وبعد كده بقفل الرياكتور، الرياكتور سيلد والميكستشر از ستيرد اند هيتد، بقلبه واسخنه باستخدام
ستيم في الجاكيت لحد ما توصل درجة حرارته الى 95 درجة. الدنسيتي بتاعته بتبقى 875 كيلو جرام لكل متر مكعب، وبياخد وقت 1.5 ساعة. بعد ما اوصل ل 95 بحط سوليد كاتاليست، وبعد كده بيحصل الرياكشن مع الستيرينج في وقت ساعتين، والكونفرجن 94%. الرياكشن ميكستشر بيحصل له دريننج بعد كده، والوقت بتاعه 0.5 ساعة. بعد كده بعمل له ديستيليشن بياخد 3.5 ساعة. بعد كده بعمل كريستاليزيشن للبرودكت اللي هو فاضل الباقي من عمليه الديستيليشن، بيعمل له كريستاليزيشن تحول لكريستالز في 2 ساعة. الكريستالز دي بعد كده ومعها جزء من المذر ليكر بعمل فلتريشن عشان احصل على الكريستالز بس، بياخد وقت 4 ساعات. بعد كده بعمل باكجينج للبرودكت دوت. عايزين نعمل سايزنج للفيسل اللي هيحصل فيها رياكشن. احنا قلنا في رياكتنت A فيه 500 كيلو جرام، ورياكتنت B مع السولفنت بتاعه 5000، يبقى مجموع الماس اللي جوه الرياكتور في 1 باتش هي 5500. اقسمها على الدنسيتي اللي هو 875 كيلو جرام لكل متر مكعب، هيديني الفوليوم بتاع الرياكتور. بس في نقطه مهمه، انا مش هملى الرياكتور لاخره خالص، حملاه لجزء منه وليكن مثلا سي 60% في الريشيو. فانا هقسم الرقم ده على 0.6 هيديني 10.48 متر مكعب اللي هو 2768 جالون. يبقى اذا الفوليوم بتاع الرياكتور اللي انا عايزه 2768 جالون. طبعا انا مش هصنع رياكتور اكوردنج لفوليوم محدد بالرقم ده، لا انا هشوف اقرب ستاندرد، فاقرب ستاندرد سايز هو 3000 جالون، يبقى انا هشتري تانك الفوليوم بتاعه 3000 جالون من الماركت. سؤال، لو انا عندي في المصنع اوريدي تانك 2000 جالون موجود اعمل ايه؟ ببساطه جدا هفكر اقول والله طيب انا ال 2000 جالون دولت يبقى انا محتاج اقلل الباتش سايز. اقلل الباتش سايز يبقى هقلل البرودكشن ريت. فهل ان انا استخدم اوريدي تانك موجود اقلل البرودكشن ريت ده هيقلل لي في البروفيت بتاعي؟ هل التانك غالي قوي بحيث ان انا هقلل البروفيت بتاعي بحيث ان انا استخدم التانك اللي موجود؟ او اوبشن تاني ان انا اقول والله طيب انا هستخدم ده واشتري تانك تاني 1000 جالون بحيث ان يبقى التوتال فوليوم 3000 جالون اللي انا عايزهم. بس في الحاله دي يبقى انا محتاج ايه؟ عماله اكتر شويه، لان في عماله هتبقى واقفه مع التانك دوت بتعمل له يعني بتشوفه بتراقبه بتعمل الصيانه بتاعته وهكذا، وعماله واقفه برده مع التانك الجديد اللي هو هيبقى ب 1000 جالون وهكذا. يعني في كونسيدريشنز ثانيه. في النهايه كل حاجه زي ما بيقولوا ات بويلز داون تو كوست، يعني في النهايه ايه اكتر حاجه هتكسبني في المصنع يبقى انا اي ويل جو فور. طيب تعالى نشوف الوقت اللازم للتسخين الهيتنج تايم. هو قال لي ان هو عايز يسخن الكونتنت ل 95 درجه مئويه. الانستيدي ستيت هيت بالانس بسهوله جدا هتلاقي ان هو ام سي بي دي تي باي دي تي بتساوي يو اي في تي ستيم ناقص تي، الام تساوي الرو في الفي. انتجريشن هيبقى لان تي ستيم ناقص تي فاينل على تي ستيم ناقص تي نود هتساوي يو الهيت الاوفرول هيت ترانسفير كوفيشنت في يو دلتا تي اللي هو التايم اللازم على رو في 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 سي بي. اعوض هلاقي استخدام الفاليوز المظبوطه اللي في التكست بوك، شوف الديتيلز بتاعتها، هلاقي الوقت 55 مينت وده اقل من الساعه ونص اللي هو قايل لي عليها في وصف الريسيبي او وصف البروسيس، وبالتالي فالوقت بتاع البروسيس اللي هو ساعه ونص مناسب. انا هنا عملت تشيك وتاكيتنج تايم هيبقى اقل من الوقت اللي هو قايل عليه، يبقى اذا اتس اوكي. طيب عايزين نحسب الرياكشن تايم. الرياكشن تايم احنا عايزين نوصل الرياكشن ل 94% كونفرجن. دي الريت ايكويشن دي سي اي باي دي تي بتساوي ماينس كي في سي اي في سي بي سكند اوردر. هعمل انتجريشن يبقى 1 على ثيتا ناقص ثيتا ديت اللي هي سي بي نود على سي اي نود. هو كان قايل لي ان الرياكتنت بي في 60% اكسس، يبقى سي بي نود على سي اي نود هتساوي 1.6. يبقى 1 على ثيتا ناقص 1 في لين ثيتا ناقص اكس، اكس دي اللي هي الكونفرجن على 1 ناقص اكس هديني كي في سي اي نود في التايم المفروض للرياكشن.
احل وعوض بالفاليوز اللي عندي، هلاقي ان التايم عباره عن 118 مينت which is okay، لان الوقت اللي هو قايلهولي في الريسيبي ساعتين، يبقى اذا اتس اوكي. فور مور ديتيلز بقى ممكن تشوف الكتاب في الفاليوز والحسابات وكده. عايزين نحسب الوقت اللازم عشان افضي التانك، اعمل دريننج للتانك بعد ما الرياكشن خلص. هستخدم ماسوره 2 انش شدو 40، هعمل ان ستيدي ستيت ماتيريال بالانس، دي ام باي دي تي هتساوي دي رو في اي تي الاريا بتاعه التانك في الاتش ارتفاع السائل اللي جوه باي دي تي، هتساوي ماينس رو في الاريا بتاعه البايب في في بي السرعه بتاعه خروج الليكويد من البايب. من الفلويد ميكانكس بسهوله جدا اقدر اعرف ان الفيلوسيتي بتاعه الخروج من البايب هتساوي جذر 2 جي اتش، اعوض واعمل تكامل هيديني المعادله دي 2 اتش اس نص هيساوي 2 جي اس نص في الاريا بتاعت البايب على الاريا بتاعت التانك في التايم بتاع الدرينج. هعمل هعوض من 0 لحد الهايت بتاع التانك الاولاني هيديني التايم اللي هياخده الليكويد عشان يخرج، هنلاقيه 13 تايم 13 مينت. في حاجه مهمه جدا، بس احنا عندنا التانك ده كان فيه كاتاليست، فبالتالي الخروج من خروج الليكويد من البايب، لو انا حطيت هنا مثلا زي حاجه تصفي او حاجه تمسك الكاتاليست، يعني كاني بعمل فلتريشن، فالوقت اللي هياخده غالبا هيبقى اكتر شويه من 13 مينتس، لان هيبقى في عمليه فلتريشن وال هيبقى في ريزيستنس للفلو. دي بيوند السكوب بتاعنا، مش هنخش في تفاصيلها قوي. فهو ال 13 مينتس اللي احنا حسبناه هو واخدها 30 مينتس 30 مينتس في البروسيس which is okay. الخطوات الباقية في العملية الصناعية اللي بنتكلم عنها، في الديستيليشن عشان اعمل سيباريشن للرياكشن برودكت، وبعد كده عندي كريستاليزيشن عشان البرودكت اللي طلع احوله الى كريستلز، واعمل بعد كده عملية فلتريشن عشان اخد الكريستلز دي في شكل منفصل عن الليكر بتاعها، وبعد كده اعمل باكجينج. الحقيقة الديزاين كالكوليشنز بتاعت الاجهزة دي بيوند السكوب بتاع الكورس بتاعنا، ممكن مثلا في الستيب الاولانية والتانية تشوفوا كتاب من كتب الماس ترانسفير، والفلتريشن شوف مثلا كتاب من كتاب الميكانيكال يونت اوبريشن زي ماكيب او كده وهكذا. في نقط مهمة عايزين نتكلم عنها ولازم ناخد بالنا منها في الباتش بروسيس. عشان اعمل ترانسفير فروم اكويبمنت لاكويبمنت لازم افكر هل انا هعملها جرافيتي دريننج ولا بامب. لو بعمل جرافيتي دريننج زي اللي شفناها في السلايد اللي قبل اللي فاتت، بعمل الحسابات الخاصه بيه واشوف التايم. طبعا عشان يعني اخدها كجرافيتي من اكويبمنت لاكويبمنت لازم اللاي اوت يبقى واحده في الدور اللي فوق وواحده في الدور اللي تحت، والتايم هيبقى اقل شويه، هيبقى اكتر شويه من لو هعمل ببامب. لو عملت بامب يبقى انا مش متقيد بوضع لاي اوت معين من فوق لتحت، لا ده ممكن يبقوا الاثنين جنب بعض، او حتى اللي بتتنقل لها تبقى اعلى من اللي بتتنقل منها. والوقت بتاع الترانسفير لو انا بستخدم البامب هيبقى اقل، وبالتالي دي ميزه، ولكن شراء البامب والكوست بتاع الاوبريشن بتاعها هيبقى اغلى وهكذا. عمليه الكليننج مهمه جدا، والجود مانيفاكتشرنج براكتس والدوكيومنتيشن والقصه دي لازم تبقى بتتم بشكل واضح، بحيث ان انا اي باتش يبقى انا عارف التاريخ بتاعها وعارف ان حصل كليننج مثلا للفيسل دي باستخدام الديترجنت الفلاني، وحصل اناليسيز مثلا بعديها بحيث ان ما كانش فيه تريسز وهكذا. فالحقيقه الجود مانيفاكتشرنج براكتس مهم جدا هنا في الانتقال من باتش الى باتش وهكذا. الريسايكلينج ايشوز برضو مهمه، احنا مش كونتينوس بروسيس. كونتينوس بروسيس باخد الان رياكتد مثلا انا فصلته وارجعه بشكل مستمر، لا الوضع هنا مختلف. انا عملت باتش وطلع منها مثلا زي الاكزامبل بتاعنا كان فيه 60% اكسس، 60% اكسس يعني 60% دول هيحصل لهم ريسايكل. طيب هيحصل ازاي؟ غالبا هشتري تانك اضافي واحط فيه الان رياكتد مثلا، لو انا بعمل ريسايكل للرياكتور الان رياكتد، ولحد ما التانك ده يتملي بما يجعلنا ناخد باتشه كامله، يعني زي مثلا ال 60% اللي احنا بنقول عليها دول رجعوا للتانك الهولدنج تانك دوت، هستنى كمان 60% ثانيه يبقى كده احنا الفيد بتاع بي لو تفتكروا كان 160% من اي. فلو فرضنا ان اي يعني معظمه او كله استهلك
وان فاضل بي 60%، يبقى انا التانك بتاعي في أو بعد اول باتش هياخد 60% من بي، بعد تاني باتش هياخد 120%، بعد تالت باتش هيبقى 180% وهكذا. فانا هستنى لحد ما يوصل ل 180% فاعمل باتش خالصة من الريسايكل تانك. بس برضو لازم اتاكد ان اللي في الريسايكل تانك ده اعمل اناليسز واتاكد ان هو النقاء بتاعه والكومبوزيشن بتاعه مناسب وهكذا. عايزين دلوقتي نتكلم عن الجانت تشارتس والسكيدولينج بتاع الباتش بروسيس. نقطة تاريخية بس، جانت هو عالم امريكي، هنري جانت هو اللي ابتكر الجانت تشارت. وعشان بس نبقى منصفين شوية، هو الحقيقة في عالم بولندي تاني كارول اديميكي في نفس الوقت او يمكن قبله شوية كان اتكلم برضو على البروجكت مانجمنت والتشارتس بتاعت السكيدول بتاع البروسيسز. فالحقيقة الاثنين العلماء دول بس للأسف ما اعرفش ليه اديميكي ما خدش الشهرة دي، هو تقريبا عمل نفس الشغل في نفس الوقت او يمكن قبله شوية، كانت هو اللي خد الاسم. المهم نرجع تاني للجزء العلمي. الجانت تشارتس هي تشارتس بتتكلم عن المانجمنت بتاع البروسيسز، سواء باتش بروسيسز زي الكيس اللي احنا بنتكلم فيها، او البروجكت مانجمنت عامه. لو انا مثلا ببني مصنع جديد او بنشئ مشروع جديد، فانا عندي فيزز من المشروع دوت، ببتدي بستيب 1 ستيب 2 ستيب 3 لحد ما بخلص البروجكت. فهي في البروجكت مانجمنت مشهوره جدا، هنستخدمها النهارده ان شاء الله في الباتش بروسيسز. في المثال اللي احنا اتكلمنا عنه بتاع انتاج الفارماسيوتيكال انجريدينت، كان عندي ستيبس اللي هي رياكشن فلتريشن او درينج يعني، بعد كده ديستيليشن كريستاليزيشن ودراينج، وبعد كده باكجينج. كل واحده من دول كان ليها وقت، اول واحده كانت 3 ساعات ونص، تاني واحده كانت نص ساعة، وهكذا. هنلاقي الفترة بتاعتنا بتظهر في البار الاسود ده. يبقى على الناحية الشمال بكتب الاكتيفيتيز بتاعتي في حالة الباتش بروسيس، تبقى البروسيسز اللي بتحصل بشكل باتش اهي. وفي ناحية اليمين بحط بارز، كل بار بيعبر عن الديوريشن بتاعت البروسيس، تمام. فهنا دي 3 ساعات ونص، هنا نص ساعة، هنا 3 ساعات ونص تاني، هنا ساعتين، وهكذا، تمام. يبقى دي عباره عن الباتش بروسيسز كلها عشان تديني 1 برودكشن باتش، تمام. فمن الواضح ان انا بعد 14 ساعه ونص هحصل على اول برودكت او اول باتش من البرودكت. لو انا عايز اكملها خلاص هعمل بقى باتش تاني، هبتدي برضو بنفس الحكايه اهي. الرياكتور هياخد الاولاني، هياخد 3 ساعات ونص، ساعه ونص، ساعه، وهكذا، تمام. الفرق يمكن ما بين هنا وهنا ان انا حطيت اسم البروسيس، بينما هنا حطيت رمز الجهاز اللي هو رياكتور 301 وفلتريشن 301 والديستليشن كولوم 301 كريستاليزر، وهكذا. في نوعين من الاوبريشنز مهمين جدا، واحد اسمه نون اوفرلابنج والتاني اوفرلابنج. يعني ايه نون اوفرلابنج؟ نون اوفرلابنج، تعالوا كده نبص على الجانت شارت اهي، دي اسماء الاجهزه وده الديوريشن، دي زي اللي قلناها في السلايد اللي فات، ادي الرياكشن سيبريشن وهكذا اللي هي بتخلص بعد 14 ساعه ونص. اول ما الباتش الاولانيه كلها تخلص ابتدي الباتش الثانيه، وبعد ما الباتش الثانيه كلها تخلص ابتدي الباتش الثالثه، وهكذا. يعني مفيش اي اوفرلاب ما بين الباتش الثانيه والباتش الاولانيه، او الباتش الثالثه والباتش الثانيه، وهكذا. يخلص الباتش ابتدي الباتش الثانيه، وهكذا، خلاص. وبالتالي لو انا عايز انتج مثلا اعمل 100 باتش مثلا، فالتايم بتاع ال 100 باتش عباره عن ايه؟ تايم اوف نون اوفرلابنج هيساوي ان اللي هم نمبر اوف باتشز، تمام، 100 مضروب في سيجما تي اي، حيث الاي ده اللي هي الستبس بتاعت الاجهزه او الستبس بتاعت البروسيس، ماشي. فالجهاز الاولاني ده تي 1 بتساوي 3 ساعات ونص، تي 2 بتساوي نص ساعه، تي 3 بتساوي 3 ساعات ونص، تي 4 بتساوي ساعتين، وهكذا. اوكي، بحيث ان سيجما هنا سيجما اي هتساوي 14 ساعه ونص. هنتج 100 باتشة، يبقى 100 في 14 ساعه ونص ب 1450 ساعه.
طيب لو انا عايز اقصر شويه الفتره بتاعه الانتاج، بمعنى ايه؟ دلوقتي احنا قلنا ان الباتش الواحده بتخلص بعد 14 ساعه ونص، يعني باتشتين هيخلصوا بعد 29 ساعه وهكذا. طيب لو عايز اقصر شويه الفتره هفكر ازاي؟ هقول والله طيب ايه المانع ان وقت ما بعد ما عملت رياكشن ودريننج وسيبريشن وديستليشن وكده، ايه المانع بقى ان انا ابتدي اعمل رياكشن تاني، ابتدي اعمل رياكشن وبعدين سيبريشن؟ يعني تبقى في ستيب بتحصل هنا اهو في الباتش الاولانيه، وابتدي انا ستيب في الاول خالص في الباتش الثاني وهكذا. بمعنى ان انا هعمل شيفتنج باكورد شيفتنج للباتش رقم 2 واجيبها كده شويه بحيث ان هي تبتدي ويحصل اوفرلابنج ما بينها وبين الباتش الاولانيه. طيب دلوقتي احنا اتفقنا ان احنا هنعمل شيفتنج، نعمل اوفرلابنج للباتشز من اليمين للشمال. بعد اول باتش هبتدي احركها من اليمين للشمال. طيب هو ايه العائق بالنسبه لي؟ ايه الحاجه اللي انا لازم اقف عندها؟ هقف لما تو بروسيسز يبقوا دي بتخلص، دي بتبتدي على طول، مفيش بينهم ايه اي تايم يفصلهم. خلاص في الحاله بتاعتنا دي هتبقى الدراينج اللي هي ايه 4 ساعات، اطول ستيب. يبقى اذا البوتل نيك بتاعتنا هي اطول ستيب، عندها هيبقى يحصل زي ما احنا شايفين ترين كده من الباتشز زي ما احنا شايفين ورا بعض. تمام. طيب الوقت الكلي للاوفرلابنج بروسيسز دي مثلا التشارت دي مبين لنا دلوقتي ايه 5 باتشز، مش كده؟ 1 2 3 4 5. الوقت بقى بيساوي ايه؟ ركز معايا، ان ناقص 1 في الماكسيمم تايم، الماكسيمم اوبريشن اللي هي في حالتنا الدراينج اللي هي 4 ساعات. يبقى ان ناقص 1 ب 4 مضروبه في 4 ساعات يبقى 16 ساعه زائد تايم بتاع سايكل كامله. سايكل الكامله لو نفتكر كانت كام؟ 14 ساعه ونص. يبقى 16 4 في 4 16 زائد 14 ساعه ونص اللي هي ايه 30 ساعه ونص. ماشي. يبقى 5 باتشات هيتموا في 30 ساعه ونص. واضح انه توفير كبير جدا عن الاوفرلابنج. الاوفرلابنج الواحده 14 ساعه ونص اضربها في 5 اكتر كتير جدا من 30 ونص. يبقى عمليه الاوفرلابنج وفرت كتير جدا في الوقت بالمقارنه بالنون اوفرلابنج اوبريشنز. تمام. وده زي ما بنقول ادي ايه الايه البروسيسز اللي هي ايه البوتل نيك بتاعتنا اللي هي الطويله اللي هي 4 ساعات. شايفين؟ طيب عايزين نتكلم على حاجه اسمها السايكل تايم. السايكل تايم مش لازم تكون هي الباتش تايم، مش هي الباتش الواحده، لا. السايكل تايم هي عباره عن التوتال تايم اللي انا بعمل فيه مجموعه باتشات مقسوم على النمبر اوف باتشز. في النون اوفرلابنج التايم اوف سايكل هيبقى هو نفسه التايم اوف وان باتش، مش كده؟ لان التايم اوف سايكل هيساوي التوتال تايم تي كابيتال نون اوفرلابنج على ان، اللي احنا لسه كنا قايلين ان هي بتساوي ان في سيجما التاسكس، التايم بتاع التاسكس، فان هتروح مع الان يدينا سيجما التايمز بتاع التاسكس. يبقى الوان سايكل هي الوان باتش، مش كده؟ الوضع مختلف في الاوفرلابنج. تعالى كده نشوف التايم اوف وان سايكل هيساوي التايم الاوفرلابنج مقسوم على ان. التايم بتاع الاوفرلابنج هيساوي ان ناقص 1 في الماكسيمم، احنا قلنا اللي هي الخطوه الطويله قوي اللي كانت في الدراينج 4 ساعات، زائد التايم بتاع 1 باتش او التايم بتاع 1 سايكل. يبقى ان ناقص 1 مضروب في ماكس زائد التايم اوف 1 باتش، مقسوم الكلام ده كله مقسوم على ان. طيب لو الان دي كبيره 500 مثلا 700 1000 اي رقم، ال n ناقص 1 لو انا بتكلم مثلا سي 1000 يبقى n ناقص 1 ب 999. 999 مقسوم على 1000 هو رقم قريب جدا جدا من الواحد. ماشي. وفي نفس الوقت التايم ده مقسوم على الرقم الكبير قوي اللي هو n، ده هيبقى رقم صغير. يبقى ده رقم صغير خالص وده عباره عن رقم يعني يقترب جدا من الواحد بعد ما الرقمين دول يتقسموا على الان. يبقى اذا الوقت بتاع 1 سايكل هيبقى هو نفسه عباره عن الوقت بتاع اطول ستيب في البروسيس.
الوقت بتاع ال 1 سايكل هو الوقت بتاع اطول ستيب في البروسيس تقريبا.